بسم الله. دلوقتي عايزين نشوف موضوع سيلكت في برنامج البلندر. لو انا عايز اعمل سيلكت لاي حاجه بدوس رايت كليك. طيب لو عايز حاجه كمان هدوس شيفت عشان يبقى معايا الاثنين. طيب لو عايز كل العناصر بدوس حرف الاي. ايه بيعمل سيلكت، ايه كمان يعمل ان سيلكت. طيب لو انا عايز احدد مجموعه عناصر قريبين من بعض عندي من سيلكت بلاقي حرف البي بوردر سيلكت. ده اي عناصر هتقع في المربع اللي انا عملت له سيلكت خلاص دي بقت معايا، اقدر احركها واعملها موف وروتيت وكل حاجه. وعندي امر كمان اسمه سي. سي ده عباره عن ايه؟ اي امر هلمسه، اي عنصر هلمسه ده هيبقى مدخل معايا في قلب السيلكت، بيتضاف للسيلكت اللي قبل كده. تمام. طيب ادوس ايه. طيب دلوقتي انا لو علمت على كل عناصر وحبيت اعمل روتيت، هيتعمل روتيت في اي نقطة؟ هل في النص، هل في ديت، هل في ديت؟ باجي هنا بلاقي اوامر بتساعدني في الموضوع دوت. سي دي كروسر. ايه سي دي كروسر؟ فاكرين لما بندوس كليك شمال في اي نقطة ده بيحدد لي نقطة المركز بتاعتي. تمام. دلوقتي لما انا اقول له اعمل لي روتيت هتعمل روتيت على النقطة اللي لسه اللي انا محددها دلوقتي حالا. تمام. طيب في ايه تاني؟ خلينا نختار شوية عناصر اقول لكم مثلا ده وده وده وده. تمام. تعالى بقى نقول له بلاش ديت، خليها individual. ايه individual؟ يعني كل عنصر مستقل بذاته، كل عنصر يلف مع نفسه. تمام. تعالى نقول له rotate. يبقى ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ كل عنصر بيلف حوالين نفسه. تمام بالشكل الجميل دوت. طيب ايه الاوامر التانية اللي عندي؟ ميديال بوينت. الحاجة اللي هي ايه في النص. في برضو بيحدد لي الاكتف اليمنت اللي هي اخر عنصر انا عملت له سيلكت. تمام. يعني لو انا لغيت السيلكت خالص، دي كانت اخر حاجة انا عملتها سيلكت. لو انا لغيت السيلكت خالص وحددت العنصر دوت وبعد كده ده وبعد كده ده، ده كان اخر عنصر اخترته. فاجي هنا اقول له اكتف اليمنت واقول له روتيت، هلاقيه بيلف فين؟ حوالين نقطة المركز بتاعت اخر عنصر. فانت ممكن بقى تعمل لنا الشمس والعطارد والمريخ والزهرة والمجموعة الشمسية كلها بقى، وتبدأ تخلي كل واحد فيهم يلف حوالين نفسه ويلف حوالين الشمس.